أهلا أصدقائي، اليوم راح نتكلم عن نبتة الأريكة. نبتة الأريكة جميلة حلوة، فيها كثافة تونس. أنا صراحة قمت أستعملها إنه أشوف أي مكان عندي فاضي أحطها بالنص، أساس إنها تعطي كثافة حق المكان وإنها تسوي فل حق المكان، ما يطلع عندي فاضي. هي والبنجمينة، للأمانة البنجمينة يعني ينفعون ان نخليهم يترسون المكان. وهي كلها اخبار زين، سهله الرعايه والاهتمام، ما تبي شيء، اطراف بنيه اطراف بنيه، هذا كله لازم احنا نعرف ان احنا بيتنا مو رطب، بيتنا مو مشتل، بيتنا مو محميه، فراح يكون الجو عندنا ناشف حق النباتات، فراح نشوف فيهم هذه الأطراف. لا يقولون لكم ولا ما لي شغل. إذا خلوني أنا على معلوماتي أشوفها، هذه ما شاء الله يعني زينة جميلة حلوة لغاية الحين، ما فيها أطراف بنية، بس أنا يعني مهتمة أني أنا أقصص وأشيل عنها الأطراف، الأغصان اليابسة، الورق اليابس. وكاهي وهي قاعدة هذه يمكن طحت على السر، لأنها هي مخشوشة بين النباتات، فمحايشها جفاف الجو، يعني قاعدين لأنهم محطوطين كلهم يم بعض يم بعض، فما قاعد تحوشها رطوبة من النباتات اللي يمها. فما شاء الله نشوف هذه ورقة جديدة حلوة جميلة ما فيها أطراف بنية، كذلك هذه كلهم حلوين جميلين وما فيها أطراف بنية، بس للأسف إن هي حجمها صغير، يعني شلت وايد منها اللي كانوا خربانين وكذي، فهذيلة اللي استانسوا وتموا عندي في البيت ما ماتت، هذيل حلوين اللي هم الحمد لله ما فيهم أطراف بنية. بل لك عايشة تشوف، ما تشوفين؟ لا هذا ولا شيء، مطرح راح أوريكم الأطراف البنية. تبون أطراف بنية صح؟ يلا ها، شو رايكم بالاطراف البنيه؟ عندي مشكله؟ لا والله ما عندي مشكله، لان ادري ان انا بيتي يعني جو بيت، يعني مع ريلي وعيالي وغدانا وعشاننا وهذا، والجو البيت العادي، يعني ما راح اخلي بيتي رطب علشانهم ولا راح اخلي بيتي حار علشانهم، يعني يلا عيشوا والحمد لله عاشوا وجميلين وحلوين، فيصير عندي شنو علشان نشفان الجو قاعد يصير معي كذي. انا بالنسبه لي عادي والله، جدا عادي، ما عندي مشكله، لان ادري شنو هذيلا منه. فاذا انتم عندكم مشكله بهذا الموضوع، مجرد ان احنا نشيل الاطراف، صدقوني ما راح يطلع، يعني لا تقولون راح يطلع مكانه، لا، اذا احنا السبب موجود عندنا راح نشوف كذي. اذا احنا عالجنا السبب اللي هو مثل ما انا سويت، ان انا قاعده اجمعهم مع بعض واحب اشيل الاطراف والاوراق اليابسه، هذا من ضمن الرعايه والاهتمام، راح نشوف في تحسن، راح نشوف ان الجزء اللي مع النباتات ما فيه اطراف صفراء، لان مثل ما قلت لكم لان انا ميمعتهم، ف شو اسمه يرطبون حق بعض الجو، مثل ما صار مع هذيك استانست وما صار فيها اطراف بنيه، اما هذه فيها اطراف بنيه وايد، لان انا هذه حطتها بالوي مستانسه عليها، قاعد يطيح عليها باقي الاوراق مالت النباتات الثانيه. زين نشيل هذا اللي مو حلو، نشيله يلا كاهو. اي شيء يابس مو حلو مو طبيعي، الطبيعي هو اخضر، اذا منه مو اخضر يعني مو طبيعي، فنشيله، ليش نخليه موجود؟ يلا ها نظفناها، نشيل عنها كل شيء، نساعدها على انها تكون نظيفة وحلوة وجميلة، ما فيها اشكال مو حلوة غير ان اطرافها بنية. هذه واحدة جميلة، وانا صراحة حبيتهم وكثرت منهم لانهم جميلين، ومثل ما قلت لكم قمت استفيد منهم ان يترسون لي الاماكن، يخلون الاماكن يعني مو فاضية، شكل الطوفة على الاقل ما يطلع فيه بالنص فراغ، هذه اللي تملي الفراغ. ونشوف ما شاء الله هني، نشوف الاوراق الجديدة قاعد تتبطل، ورقة جديدة واخرى ينتهي، كا ورقة جديدة وكا ورقة جديدة، يعني الوضع ممتاز. والشرب واحد بالشهر،
أسفل الحوض وكهون. هذه هي نبتة الأريكة الجميلة، كلها غبار. معلش معلش، أريكة قلت لكم أصدقائي لأن استانست عليهم وتقريبا عرفت لهم وعرفت أن هذيل الأطراف البنية علشان جو البيت، فمو مشكلة عندي أدام من الإجمال. يعني اللي يقعد يمها شيء بيخوزز فيها راح يشوف أن فيها أطراف بنية، أما من بعيد شيء ما تبين، ترى ما يبين، ما يبين أن هي أطرافها بنية وجميلة وحلوة. لا راح يبين أنها جميلة حلوة، ما راح يبين الأطراف البنية. أوكي، ونفس الرعاية والاهتمام ونفس السقي، كلهم موعدهم واحد بالشهر وجميلين، وأترس فيهم الأماكن اللي في بيتي اللي أحس إنه مكان فاضي حطيتهم فيه، جميلين. نشوف بعد. عندي 4 حبات، 4 حبات، إيه عندي بس 4 حبات، بس حلوة يعني جميلة تونس. شكلها يعني جميل، فحلوة والله وسهلة وما تبي شيء، على إضاءة البيت وشي يعني على جو البيت، وننظف وخلاص ونسقيها واحد بالشهر على إضاءة البيت، ما عندها أي مشكلة، جميلة. انزين بغيت أقول لكم شغلة، إن أنا مرة حاولت إني أنا أجذرها، شلت منها من هني، شلت من هذا، لا مو شلت، كانت في وحدة عندي ما عجبها الوضع، فقامت تقط تقط، قامت تتعب وايد تعبانة، فشلت واحد من هذيل، شلته هو ويا جذوره، نظفت جذوره غسلته وحطيتها في الماي، قلت يلا تجذير خلينا نشوف شنو صار. ما أدري ما ضبط. نشوف هذه الجميلة الورقة الجديدة، شوفوها حلوة، فيها وايد والله ورق قاعد يتبطل، حلوة فيها بكل مكان. هذه واحدة ها بين، هذه جديدة وفيها داخل كاثنتين اللي وريتكم اياها يضيعون. وشوفوا هذه اصدقائي، شوفوا هذه، هذه بعدها ما تبطلت، بعدها ما تبطلت، بعدين راح تصير كذي نفس هذه، راح تصير كذي. والله روحوا خذوها، والله حلوه، سعرها رخيص يعني مو غاليه، سعرها ممتاز وعلى إضاءة البيت لأنها هي خضراء، ما فيها لا أبيض ولا أصفر ولا شيء، فإضاءة البيت، واخروها عن الشباك يعني على إضاءة البيت نفسه اللي تعت هذا تعيش وجميلة. وها شوفوا 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 النمو، والله أصدقائي أنصحكم فيها. ونسقيها لما تنشف التربة تماما، ولما أحاول أجذر راح أقول لكم جذرت وطلعت النتيجة، بس أنا حاولت ما نفع معي، ما أعرف لها، راح احاول مره ثانيه بس مو الحين، خلهم شي حلوين يكونوا. نشوف بعدين اصدقائي، نشوف هذه قاعده تمد تروح ليه فوق. بروحها يعني، خلت هذيله وراحت بروحها لفوق، جميله سهله الرعايه والاهتمام، نبته الاريكه. واتمنى لكم مشاهده ممتعه ويوم سعيد، باي.